هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، وأعرب رئيس مجلس النواب في برقيته عن التقدير للدعم الكبير والمتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر، مشددا على الثقة الكاملة في جهود الرئيس السيسي المخلصة في دفع عملية وعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على أرض مصر. كما أعرب رئيس مجلس النواب عن عظيم التقدير لكل يد تبني وتزرع الخير في ربوع الوطن.